مساء الخير يا ولاد، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة في هذه العودة لاشين يوتيوب تاعي كور دو مات دي زد، كما راكم تشوفوا في اسم تاع الفيديو. هاوليك كور دو مات دي زد، هذه هي. دونك ان شاء الله في هذه السنة، اعتذر دبر على التأخر اللي هو كان سبب على ظروف شخصية بيان سور، كيما راكو تشوفوا عندي مزيود. ربي يحفظه ان شاء الله، وان شاء الله كل وحدة تمنى تجيبو ولاد تجيبهم ان شاء الله يا رب، ربي يرزق كامل المؤمنين. فوالا، دونك ان شاء الله في هذا العودة نديرو تمارين حول دروس، باسكو ما شفتو في لي فيديو تاع العام اللي فات درت البرومي تريمستر، درت معكم دروس بالتدقيق مفصله. بصح هذا الخطره هذا العام بالنسبه للفصل الاول، استاذ دروس الاولى، باسكو كيما هذا العام على جال كونفينمون اي تو بدلو لهم رايحين يديروا جوست فصلين. دونك سولون البروغرام، واش درت العام اللي فات الدروس هذو كامل اللي درتهم العام اللي فات، رايحين هذه السنه ندير لهم فقط التمارين، ديروا بزاف تمارين اللي وتطبيقات اللي الفهم اكثر. فوالا وليدي اللي راه يقول لكم مساء النور. دونك نبداو بالنسبه لحساب القاسم المشترك الاكبر بي جي سي دي بطريقه عمليه الطرح المتتاليه. عندنا الاول احسب القاسم المشترك الاكبر لهذا العددين. دونك كيما على بالكم باللي هذه الطريقه واش نديرو فيها، ناخذ دائما العدد الكبير ناقص العدد الصغير، يعني عمليه طرح متتاليه. دونك الف بالنسبه للبي جي سي دي للعددين 2548 و 4368، واش نديرو؟ ناخذ الكبير ناقص الصغير، 4868 ناقص 2548 نجد 1820، وبعد هذا خلاص ما نستعملوش باسكو خلاص طرحناه. واش نطرحو؟ هذو الزوج المطروح مع الناتج، هذا هو المطروح، هذا ناقص هذا. دونك الكبير ناقص الصغير فيهما، باسكو دي فوا يكون انا كبير وانا يكون صغير والعكس. دونك 2548 ناقص 1820، ما نقدروش نديرو صغير ناقص الكبير سينو تحصلوا على نتيجه سالبه. ثم هذو ما بيناتهم ايضا 1820 ناقص 728 نجد 1092، ثم ما بين هذو ايضا 1092 ناقص 728، كما هنا هذا اللي كبير، النتيجه اللي كبيره على هذا نجد 364، ثم 728 ناقص 364 نجد 364. كي تلحقوا لهنا لقاو هذو كيف معناتها هذاك هو البي جي سي دي، 364 ناقص 364 نجد 0. اذا بي جي سي دي قاسم المشترك الاكبر ل 2548 و 4368 هو 364. ثم ب حساب بي جي سي دي ل 108 و 288، دائما الكبير ناقص الصغير يساوي 180، ثم بينتهم هذو الزوج 180 ناقص 108 يساوي 72، 108 ناقص 72 يساوي 36، ناقص 36 يساوي 36. هنا إذا خلاص 36 ناقص 36 يساوي 0. اذا بي جي سي دي هذين العددين هو 36. فوالا
ثم العملية الأخيرة جيم حساب بي جي سي دي للعددين 154 و 112. الكبير ناقص الصغير باش نعرفو تشوفو هنا عفوا يساوي 2 و 4 ثم 112 ناقص 42 يساوي 70 ثم 70 ناقص 42 يساوي 28 42 ناقص 28 يساوي 14 28 ناقص 14 يساوي 14. إذن هنا كيتلاقيو كيف كيف، دونك هذاك هو البي جي سي دي. 14 ناقص 14 يساوي 0. إذن بي جي سي دي لي 154 و 112 هو 14. فوالا، هذا هو إذن الدرس الدرس ديالنا، أو هي تمارين تطبيقات عفوا حول عملية الطرح المتتالية لإيجاد القاسم المشترك الأكبر لعددين تابعين. فوالا، دونك إذن نتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله، باش نديرو تطبيقات أيضا نفسها بصح بطريقة أخرى، باش نشوفو نديرو المقارنة هل نتحصل على نفس عفوا النتيجة أم لا بخوارزمية إقليدس، يعني القسمة الإقليدية. فوالا، دونك أعطي لكم موعد في غدا إن شاء الله، الحصة المقبلة غدوة إن شاء الله، في لا فيديو جديدة هي عملية خوارزمية إقليدس. اي اونتر طون اللي عنده ملاحظات يديرهم في لي كومونتير، واللي عنده تمارين ما يعني ما قدرش يحلهم ولا ما فهمهمش ولا حلهم في المدرسه ما حلهم ما قدرش يحلهم ما فهمهمش، كما على بالكم مع الكونفينمون ما كاش وقت بزاف باش الاستاذ يشرح كلش ايتترا. دونك نخلي لكم الباج فيسبوك ديالي. فوالا، هذا تقدروا تبعثوا لي الاخر في الميسنجر لي فوتو تاع لي زيكزيرسيس اللي تحصلوا فيهم، وعندي اون باج في الكونت فيسبوك تاعي هي نفسها كور دو مات دو مات دي زد. فوالا، دونك تقدروا تبعثوا لي ميسنجر في الميسنجر لي فوتو تاع لي زيكزيرسيس ولا اللي حصلتوا فيهم ولا في ولا كان هي تمارين في الكتاب المدرسي، تعطيو لي فقط الصفحه ورقم التمرين، عندي الكتاب المدرسي هنا، ونديروا ان شاء الله نديروا رحله مع بعض ان شاء الله في هذا العام، باش تكون استفاده باذن الله، فوالا استفاده للجميع. فوالا، اذا نعطي لكم موعد الحصه المقبله ان شاء الله، والى اللقاء.